هاي، رغم مرور عدة أشهر على تفشي وباء كوفيد 19، بعد في أسئلة كتيرة عم تنطرح حول الكمامة المثالية للحماية من الفيروس. العوامل يلي بتحدد فعالية الكمامة هي عدد الطبقات يلي بتتكون منها والمواد يلي بتصنع هالطبقات وطريقة خياطتها. أقنعة القماش لازم تحتوي على 3 طبقات: داخلية، وسطى، وطبقة خارجية مصنوعة من مادة غير ماصة مثل البوليستر بتعزل الفيروس. أقنعة الـ N95 هي الأكثر حماية لأنها بتسكر بإحكام حول المنخار والتم وبتمنع تسرب معظم الجزيئات الفيروسية للداخل ولا الخارج، وبتحتوي على ألياف متشابكة لتصفيتها، وبتوصل كفاءتها ل 95% بتنقية الهواء. مين قال إنه الأقنعة جراحية وبحسب دراسة أجريت سنة 2013 فعالة بنحو 3 أضعاف بمنع انتشار رذاذ الإنفلونزا من أقنعة الوجه المصنوعة منزلياً؟ أنا قال. شوفكم بكره.